نعم يستمعون إليك، وأشكرك. إلى جماهير شعبنا الليبي المكافحة، إن الأرض الليبية ملك لكم من أجداد أجدادكم، والذين يحاولون انتزاعها منكم الآن هم الدخلاء، هم المرتزقة، هم الكلاب الضالة، هم الزنادقة، هم الأجانب المقيمين في ليبيا منذ زمن يحاول انتزاع أرض الأجداد منكم، ولكن هذا مستحيل. نحن لن نترك أرض الأجداد، هم اللي كانوا أهلهم جواسيس مع الطليان، عملاء الطليان، تو الآن هم عملاء لفرنسا وجواسيس لفرنسا ولبريطانيا، نفس الأحفاد ونفس الابناء يتبع طريقة آبائهم وأجدادهم، طريقة الخزي والعار والخيانة، كل هذه الجراثيم وهذه الجرذان وهذه العصابات المصخة تالي كلها حثالات من أجدادهم. هذوما كل واحد منهم هو سليل الخيانة والنذالة، لأنهم ما هوش منكم، ما هوش ليبيين أصلا. أسألوا على أي واحد الآن منضم لحلف الأطلسي ومع فرنسا الآن وفي بريطانيا، وهي تقصف الشعب الليبي والأرض الليبية وتدمر البنية التحتية، تقتل الأطفال. أسروا عليه تلاقوا جد خاين، أبوه خاين، سليل الخيانة. معقولة شرذمة وسخة من جد جدها بالتحكم في الأرض الليبية أو في مصير الشعب الليبي؟ مستحيل. وبعدين كل ما يضايقوا ويحسوا أن الشعب الليبي يستعد للانقضاض عليهم ويصعد من المقاومة، وأن الشعب الليبي يرفضهم، يلتجوا لأبواق الخزي والنذالة، لإذاعة العربية، إذاعة حمير الخليج، ويقولوا لها بسرعة اسعفينا اسعفينا، اعملي أي إشاعة، اعملي أي كذوبة بسرعة، انقذونا، رانا نحس أن الأرض تهتز تحت أقدامنا، رأي الجماهير تحسها تزحف نحونا، رانا بنفقد المواقع التي وصلنا إليها، بسرعة اسعفينا بإشاعة بكذوبة دمر الروح المعنوية لهذه الجماهير، لهؤلاء المقاتلين الثوريين ابناء الفاتح، ابناء القبائل الشريفة العظيمة، تروح هذه الأبواق الخسيسة تصعفهم بكذوبة بسرعة قبل لا تبدأ المقاومة. قال لهم قولوا 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 مشي لفنزويلا، قولوا قذافي مشي لفنزويلا، زين طلعت كذوبة، قولوا مشي لي مش عارف من، طلعت كذوبة. إذا ما بنكذبه كل يوم بيفتشوا الكذب واحنا نروح نرد عليهم، نبدأ طول اليوم احنا نرد غير على الكذب بتاعهم، تو ضايق وما عرفش، قالوا مشي للنيجر باش يفتوا في عضلكم، باش يهنوا عزيمتكم، باش يأثروا على روحكم المعنوية. وهذا الدليل على أنهم حسوا بأن روحكم المعنوية عالية قوية، وأنكم الشباب مستعدين في طرابلس وفي كل مكان لتصعيد هجمات على الجرذان والقضاء المرتزقة، التافهين اللي زي حزمة الكرناف ولا واحد منهم متفق مع الآخر، وسيادهم سيتخلوا عنهم قريبا، حتى قنابل ما عاد عندهم، طائراتهم حتى قنابل ما عاد عندها، يفتكروا ان الناتو بيقعد ديما في السماء، الناتو سيرجع مهزوم، مهزوم غصبا عنه، لان حتى الامكانيات الماديه ما عاد تسمح لانه هو يستمر في القصف، وبالتالي هم يحسوا بانه يقعدوا في الميدان بروحهم، ستنقض عليهم الجماهير، يعدوا يجروا لابواق الخزي والنذاله بتاعت الحمير، ويقولوا لهم اسعفونا بسرعه، جيبوا لنا كذوبه، جيبوا لنا اشاعه، جيبوا لنا دعايه، قولوا القذافي صار لنا ما صار له، مشي ما مشي، حصل له حصل له، انجرح ما انجرح، مات طلع لكذا، طلع لكذا، سيف رسالة حصل لكذا، فلان حصل لكذا. هذا يدل على ان هم مضايقين وحاسين بان سيادهم يتخلوا عنهم، وحسوا ان هم بيولوا على بعضهم، وان هم فقدوا كل شيء، وان هم مرفوضين اصلا من الشعب الليبي. الشعب الليبي في المسيرات المليونية وضح موقفه للعالم، وهذه المسيرات المليونية صحافة قاعدين الان في بيوتهم وفي الشوارع وفي المدن وفي القرى وفي الواحات، يعرفوا ان هذا الشعب يرفضهم، وتورطوا، ما عاش قدامهم الا الحرب النفسية والكذب والدعاية ومحاولة التأثير عليكم. ما تأثر فيكم هذه الأكاذيب، هذه يجعلكم انتم تستهزوا بهذا العدو الضعيف والحقير. من هو العدو اللي امامكم؟ كمش من الخونة والعملاء والمخبولين والزنادقة اللي خارجين عن الدين، ملتمين مع بعضهم بدون ما في حاجة تجمعهم الا ان هم يبغوا يخربوا البلاد بس. حتى برنامج اقتصادي او سياسي ما عندهم، بيخربوا البلاد. تخريب نهب، شفتوهم لما خشت العصابات في طرابلس شو دار النهب، هذا هو الهدف، نهبوا البيوت، خذوا الذهب بتاع النسوان، خشوا البيوت، خشوا، كان واحد عنده فلوس، كان عنده ذهب، كان عنده سياره، وكل واحد هرب لبلاده وعد لي قبيصه وعد لي عائلته، جايب غنيمه ولوح سلاحه وقال له هذا الهدف اللي جاي من اجله. شوف هذا عدو، هذا الشعب الليبي يترك مجده العظيم اللي تبواه بعد الثوره، ويترك ثروته، ويترك ارضه، ارض الاجداد، معقولة يتركها لعدو تافه
متكون من حثلات من هؤلاء محميين من الصليبيين اللي بدوا الآن يعيدوا النظر في الخطة اللي ورطتهم والأكاذيب اللي ورطتهم، وبدوا الآن يعيدوا في حساباتهم ويتراجعوا، سيتركوهم في الميدان لوحدهم، ولهذا يلتجوا هم لشيء أثر فيكم أنتم في نفسيتكم في روحكم المعنوية. آخر شيء قالوا والله القذافي شفنا الرتل تاع ماشي خاش النيجر، تو النيجر كم رتل ماشي وداخل وطالع داخل وطالع ارتال ماشي من المهربين لعند البضائع لعند الناس اللي جاي لعند الناس اللي خاشة السودان، نفس الشيء ارتال ماشي جاي يتشاهد المالي من الجزائر، يعني ارتال خاشة الصحراء ليست أول مرة، ارتال تخش ولا تطلع، كأن أول رتل الآن خاش النيجر. انتبهوا كويس، تبوا خلوا عزيمتكم قوية، هالزيف وهالبهتان يجب أن يسحق. الله أكبر، إلى الأمام، الله أكبر. طبعا نحن